نعم طب كابتن هشام، يعني خليني برضه اسالك، يعني ليه التاخير لحد دلوقتي ان ما كانش في مدير فني؟ يعني كلام كتير جدا طلع من نادي الزمالك في خلال الايام اللي فاتت ان في مدير فني اجنبي موجود بيتفاوضوا كذا اسم اطرح على الساحه. سياده الرئيس اتكلم كلام مقنع تماما. صحيح. اول امبارح وكان محدد. ازاي النهارده اجيب مدير فني ياخد مني الارقام دي والنتيجه واحده؟ صحيح. طب ما انا اشغل ولادي واحطهم وابعتهم، ابعت 4 5 لعيبه كبار ابعتهم بره يعملوا معايشات ويرجعوا لي يبقوا مديرين فنيين لنادي الزمالك بعد كده، اختار زي ما انا عايز. نفس الكلام بالنسبه للمنتخب، انت بتختار. صحيح. بتجيب مدربين اجانب بياخدوا وادائهم لحد دلوقتي ما فيش واحد اقنعني من اللي جم في الفتره اللي فاتت، سوى كوبر سوى اللي بعديه سوى اللي. صحيح. اللي جاي لنادي الزمالك كلهم في الضياع، كلهم ما ادوش النتيجه المطلوبه. طب ما تحط ابنك وعلمه، قول له بدل ما تدفع 2 مليون جنيه في الشهر ما تطلع بال 2 مليون جنيه هياخد قعد. يعني شايف ان ممكن كابتن طارق يحيى يكمل مع نادي الزمالك الموسم اللي جاي؟ يا ريت طبعا طارق يحيى، احنا بس ياخد يشتغل بالشغل بتاعه، ما يغيرش وهو قاعد على التليفون من على الدكه. يعني ما احنا مش عايزين، ما لازم نبقى عندنا وجهه. صحيح. صريحه، لازم نتكلم ولازم نقول احنا مع التصحيح. وسيادة. صحيح. الرئيس أعلن هذا الكلام، فلازم يمشي على هذا المنطق. المنطق اللي هو عدم إسراف الفلوس بهذا الشكل وهذا البتاع. هتجيب المدير الفني عشان تعمل بيه إيه؟ عشان تعمل بيزنس من وراه، ولا عشان تجيب له اللعيبة اللي أنت جبتها وعملت بيزنس فيها؟ الله يا جماعة، لازم بقى يبقى فيه وقفة، لازم يبقى فيه وقفة جامدة. صحيح. جدا، علشان هذا الكلام ده فلوس ناس وفلوس مال عام.